خلونا نعرف أكتر عن قيم فنية للأسف إحنا بنعرف عنهم بعد رحيلهم، لكن بعد حياة ثرية وغنية ومليانة بالفن والإبداع، أعتقد أنه حتى البحث في هذه الشخصيات وأن إحنا نسمع موسيقاهم دي حاجة ملهمة جدا وجميلة. الناقد الموسيقي السوداني الأستاذ مصطفى حمزة، مساء الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير. أستاذ مصطفى، يمكن تقصير مني أنا شخصيا، لكن النهاردة كنت أول مرة أتعرف بفن عبد الكريم الكابلي، لكن عرفت أنه تاريخ كبير جدا، وتاريخ كبير جدا من العلاقات الفنية مع مصر كمان. نفسي حضرتك كمان تشارك الناس وتحكي لهم عن هذه العلاقة القديمة بين الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي ومصر. النهاردة الموسيقى والأغنية العربية بشكل عام فقدت قامة كبيرة جدا جدا، واحد من أهم أركان المزاوجة ما بين الموسيقى والقصيدة العربية. عبد الكريم الكابلي فنان اتعددت تجاربه، مش بقى على مستوى الموسيقى والمزاوجة ما بينها بين القصيدة العربية بالتحديد، وده حصل من بدايته يعني. والمفارقة هنا برضو ان بدايته وقوفه على المسرح كانت بالصدفة امام الزعيم جمال عبد الناصر. اول مرة يقص فيها عبد الكريم الكابلي كانت بعد مؤتمر باند وينج، كان في احتفالية في الخرطوم. الكابلي عد قصيدة بعنوان اسيا وافريقيا، كتبها الشاعر الحسن الحسين، وعد الكابلي اللحن استعدادا انه مطرب اخر يقدم الاغنيه، لكن المسؤولين عن وزاره الاعلام بمعرفتهم حب الكابلي وقناعاته بفكر عبد الناصر اصروا ان الكابلي بنفسه هو اللي يقف يغني على المسرح ويقدم الاغنيه. كنوع من التكريم لي والفن. طب احنا كمان عرفنا ان هو حصل على عضويه شرفيه لنقابه المهن الموسيقيه المصريه. ايوه، ودي حاجه غريبه ما حصلتش اعتقد مع اي فنان اخر. هو القصيده دي كانت السبب في ان عبد الناصر يمنع الكابلي العضويه الشرفيه في نقابه المهن الموسيقيه مدى الحياه. الله. الفنان العربي الوحيد اللي حصل عليها. عبد الناصر لما سمع الكابلي بيغني القصيدة وبيقول فيها مصر يا أخت بلادي يا شقيقة، مصر يا أم جمال، عجب جدا بالفنان ده، واستغرب إن ده أول مرة يقف على المسرح. أنا كمان مستغربة إنه أول مرة يحصل فيها كل هذه الأحداث والترتيبات. طب أنا عايز أسأل حضرتك حاجة برضو عن الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي. الأول إيه هو الإيقاع الخماسي؟ اشرحوا لنا الغير مشتغلين بالموسيقى، احنا مش فاهمين يعني إيه الإيقاع الخماسي. يعني الموسيقى السودانية بالتحديد تجاربها كلها قايمة على السلم الخماسي، مش السلم السباعي في مصر. بالظبط. معروف بيه، وحتى يعني إصرار الكابلي على تنويع السلم الخماسي خلاه كان بيدخل في مغامرات مع تثبت ان سهوله تقديم الاغاني بالسلم الخماسي اغاني تقليديه معروفه بالقصيده العربيه. يعني مثلا في وقع لي ان هو قصيده اراك عصي الدمع بعد تقديم ام كلثوم، اراك عصي الدمع لام كلثوم يعني ابي فراس الحمداني. أم كلثوم كانت في زيارة للسودان لتقديم حفلات أيام المجهود الحربي. الكابلي اتحرك من قال لا، أنا نفسي أم كلثوم تسمعني قبل أقعد معاها. ففي جلسة جمعته بيها خلت غنى قدام أم كلثوم قصيدة أريق عصي الدمع بالسلم الخماسي. أعاد تلحينها بالموقف وكانت معجبة جدا بيه، وأصرت إن هو يلتقي بالموسيقار محمد عبد الوهاب. بعد اللقاء مع الموسيقار محمد عبد الوهاب
الكابلي عمل مفاجأتين لي، لحن القصيدتين اللي عملهم الموسيقار محمد عبد الوهاب بسلم السباعي اللي هي الجندول وكليوباترا من أشعار علي محمود طه. أوكي. عملهم بالسلم الخماسي. الله. ودي عمقت علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب. طبعا. والموسيقار عمار الشريعي، حتى الكابلي كان صديق شخصي مقرب جدا لعمار الشريعي، وكان استوديو عمار الشريعي بمثابه منزل عبد الكريم الكابلي اللي بيجي ينزل فيه في القاهره كمان. هو واضح انه احنا اجيال فايتها كتير قوي من جمال الزمن ده في الفن، اللي كان الفن ميراث مشترك وكان حاجة بيحبوها وعندهم شغف فيها لدرجة التجويد والتلوين والقدر ده من الانفتاح على بعض. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الناقد الأستاذ مصطفى حمزة الناقد الموسيقي السوداني اللي كلمنا عن قيمة فنية مهمة وكبيرة جدا، وكمان يعني كلمنا عن زمن أعتقد كان مختلف كتير جدا جدا، وكان معاييره ودنه وفنه زي ما برضو أستاذ مصطفى لفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، وفكرة وكان مهتم بالسلم الخماسي السوداني وده اللي خلاه يبقى بهذه القيمة وهذا القدر طول الوقت. الفنان تحديدا غير أي حد تاني، أي حد تاني بيطلب منه الانطلاق إلى العالمية، الفنان يطلب منه أنه يركز في المحلية ويطلع من المحلية كل جمالياتها، والفن يبقى ليه لون وطعم. ده اللي قدمه الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي.